مرحبا بكم متابعي قناتنا الأكارم. اليوم موضوعنا سيكون مختلف تماما عن المواضيع السابقة، ولكن كما وعدتكم سأعطيكم الأشياء التي تفيدكم أنتم كمرتدي للأنترنت أو تتصفحون الأنترنت باستمرار وتمضون وقتا في الأنترنت. أريدكم أن تستفيدوا من الأنترنت. هذا مختصر الموضوع بصفة عامة، إذ سأتحدث عن الطرق الحقيقية، وأقول الحقيقية بمصداقية، ويمكنكم التأكد من ذلك تماما، حيث سأقدم لكم الطرق الحقيقية والفعالة للربح من الأنترنت. أولا، قد يتساءل كثيرون منكم، هل الربح من الأنترنت فعلا موجود؟ هل هو حقيقي؟ نعم طبعا، الأنترنت فيها والكثير من الأموال. هناك الكثير من الناس يربحون مئات الدولارات، الكثير يربح ألف الدولارات، الكثير يربح ملايين الدولارات. نعم، أقولها بكل بساطة وأنا واثق ومتأكد من كلامي لأني أعرف هذا الأمر تماما. إذن أنت أيضا، هل يمكنك الربح من الأنترنت؟ نعم، وببساطة أقول لك ببساطة. طبعا عندما أقول ببساطة لا أقول وأنت نائم، وإنما أقول إن تعلم الربح من الأنترنت ليس بالمعجزة، والذين يربحون من الأنترنت ليس لديهم أدوات تختلف عن الأدوات التي بين يديك، فقط تحتاج إلى بعض المعرفة، بعض العمل، وبعض الصبر لتصل إلى الربح من الأنترنت. سيكون ربحك بحسب جهدك وبحسب استمراريتك. أنا الآن لا يمكن أن أقدم لك التفاصيل، وإنما فقط أريك المعالم، أريك الطريق، أريك الطرق التي تربح بها من الأنترنت. لن أوجهك إلى طرق التي تربح بها السنتات، تلك الطرق الغبية التي بدأنا بها جميعا. أنا أيضا بدأت بتلك الطرق، طرق الضغط على الإعلانات وربح السنتات، وتبقى أشهر وأنت تربح في 0.01 أو 0.1 دولار أو 1 دولار أو حتى 10 دولار، فكل هذا لعب وله ومضيع للوقت. أنا أتحدث عن ربح الأموال، ربح الحقيقي، ربح أموال كثيرة يمكن البعض يستخدمها كرزق بالنسبة له ومدخول قار وثابت له. وقبل الكثير من الناس الذين يعملون في الانترنت، يعملون في مجال ربح من الانترنت، قد اصبحوا اغنياء بوساطة الانترنت. اذا كيف تربح انت من الانترنت؟ ما هي الطرق التي اقترح عليك للربح من الانترنت؟ سأقترح عليك 3 طرق للربح من الأنترنت أنا متأكد أنها صادقة وأنها مفيدة وأنه يمكنك البدء فيها، لأنها ليست مستحيلة ولا صعبة. الطريقة الأولى وهي الربح من أدسنس. أدسنس، ما هو أدسنس؟ سأختصر طبعا هذه الدروس أو التفاصيل في هذا الأمر، يحتاج إلى دورات وليس إلى فيديو واحد، إلى دورات كثيرة. أنا فقط أوجهك، إن أردت أن تعمل في هذا المجال لن أقول لك اذهب إلى قناتي وطالع الدروس، لا، أقول لك اذهب إلى الانترنت وابحث عن الدروس التي تحتاجها. إن كنت مبتدئا جدا فابدأ من البداية، ابدأ كيف بدأ أصحاب أدسنس. إذا ما هو أدسنس باختصار؟ أدسنس هو برنامج إعلاني أو شركة إعلانية تقوم بإعطائك إعلانات تضعها عندك في موقعك أو في قناتك، وتربح المال مقابل زيارة الناس لتلك الإعلانات. ببساطة، كيف يمكنك أن تكون شريكا؟ إن كان لديك موقع أو مدونة، المدونة مجانية، مدونات بلوجر أو أي مدونة أخرى على ووردبريس أو غيرها، يمكنك أن تشترك في برنامج أدسنس بطلب معين. قلت لن أدخل في التفاصيل، أنت ابحث كيف سأسجل في شركة أدسنس. ليس بالأمر الصعب، التسجيل ليس مستحيلا ولا كارثة مثل ما يصعب الناس هذا الأمر، بالعكس الحصول على حساب في أدسنس ليس بالصعب وإنما بسيط جدا. بذلك أقول لكم إن العمل في أدسنس ليس صعب، فقط أن يكون لك موقع أو تكون لك قناة، وبذلك إنشاء قناة أمر بسيط جدا. ابحث في الانترنت عن كيفية إنشاء قناة، تكتب هكذا في البحث في اليوتيوب كيفية إنشاء قناة يوتيوب. عندما تنشئ قناة يوتيوب، لكن هنا سأضع خط مهم جدا جدا، إذا وضعت قناة أنا لا أنصحك بوضع فيديوهات الآخرين، لا،
ستضع فيديوهات أنت الذي تسجلها، تسجل نفسك مثل ما أسجل نفسي الآن بوجهك أو بغير وجهك، تسجل أشياء، تسجل حيواناتك، تسجل الطبخ إن كنت فتاة، تسجل أشياء تراها في الشارع، تسجل الحيوانات، تسجل الطبيعة، تسجل أشياء ترى، المهم أن تسجلها بهاتفك فقط، لست في حاجة إلى كاميرا رقمية أو غيرها، هاتفك الكل له الهاتف الآن، هاتفك يمكنك به أن تسجل الفيديوهات، كل مرة سجل شيئا وهكذا حتى تنشئ قناة فيها 10-15 فيديو وغيرها، ثم تسجل في برنامج أدسنس. طبعا القوانين اختلفت قليلا مؤخرا في اليوتيوب بحيث لكي تكون شريكا، يعني بمعنى أن تكون أن تربح الأموال من اليوتيوب عليه أن تكون أو يجب أن تكون قناتك فيها 1000 مشترك. ليس الأمر صعبا، لا تصعب الأمور، الحصول على 1000 مشترك و 4000 ساعة مشاهدة ليس بالأمر الصعب، فقط ابدأوا، ابحثوا ثم استمروا، الاستمرارية تأتي بالمشاهدين وتأتي بالمشاركين، ليس الأمر صعب صدقوني، الأمر بسيط جدا لأن كل الناس تدخل إلى الأنترنت. إذن المجال الأول الذي حدثتكم عنه هو برنامج أدسنس، وقلت لكم إن أردت أن تتعلم كيف تربح في أدسنس اذهب الآن، ابدأ اليوم، لا تتأخر، ابدأ اليوم، اذهب كيفية تربح من أدسنس، لا اذهب ابدأ بإنشاء قناة، كيفية إنشاء قناة، أنشئ قناة، وإن كانت لديك قناة فابدأ الآن بالمشاركة في برنامج أدسنس. إن لم تكن تعرف قلت لك جوجل، ابحث في جوجل كيفية ربط قناة بأدسنس، ستجد الطرق بسيطة وهي بسيطة فعلا، أنا لا أشرح لكم شيء صعب أبدا، بالعكس كل ما أطرحه عليكم هو أمور بسيطة، فقط ما أطلبه منكم هو العمل، العمل بدل أن تضيع وقتك في الفيسبوك وفي مشاهدة الصور والأفلام وغيرها، اعمل لنفسك، ستستمتع أيضا في عملك، سيكون العمل ممتع عندما تكون لديك قناة ستحميها، ستربي تلك القناة، ستجعلها تكبر شيئا فشيئا بمشاهدين ومشاركين وترد على تعليقاتهم وغيرها، ستستمتع أكثر من استمتاعك، أنا أؤكد لك ستستمتع أكثر من متعتك في الفيسبوك والشات وغيرها من الأمور التي لا تجني منها سوى التعب والمرض وغيرها، أما العمل فهو عمل. هذا هو المجال الأول، وإن كان لديكم استفسار ضعوا في التعليقات أي سؤال أي استفسار سأجيبكم، كما قلت لكم أنا لا أريد أن أكذب عليكم وأقول لكم أنا أعطيتكم كل الحلول، لا أنا أعطيكم الطريق، بداية الطريق هو أدسنس. إذن هل فقط أدسنس؟ لا، هناك طرق أخرى وسأنتقل بكم إلى الطريقة الثانية. الطريقة الثانية هي دروب شيبينج، ربما سمعت عنه أو لم تسمع عنه، اسمعني للآخر استفهم ما هو دروب شيبينج. دروب شيبينج ستصبح بائع، كيف ذلك وأنت لا تملك سلعة؟ دروب شيبينج وهو أن تذهب إلى مواقع، سأضع لك بعض المواقع في وصف الفيديو فيما بعد، سترها فيما بعد إن أردت أن تسجل فيها، وكما قلت لكم هذه الأمور كلها بسيطة وليست صعبة، فقط اعمل. إذن الدروب شيبينج وهو أن تصبح بائعا، كيف تصبح بائع وأنت لا تملك السلع؟ أنت ستشتري السلع من عند أشخاص آخرين ثم تقوم ببيعها بإضافة هامش من ربح دولار أو أقل من ذلك أو أكثر، ثم وهكذا تبدأ شيئا فشيئا تتعلم، ابحث، وأي موقع لم تفهمه ابحث في اليوتيوب عنه، ما هو الدروب شيبينج، كيفية العمل في الدروب شيبينج وغيرها وستجد. إذن المجال الثاني هو مجال دروب شيبينج وهو بسيط، أنا أقول لكم إنه العمل بسيط، والذي لا يعرف يقرأ أو يتابع فيديوهات الآخرين، هناك إخوة مثل أمين راغب، الكثير منهم الكثير يشرح، أنا أعطيتكم مثال لأمين لأني من الأشخاص الذين تعلمت منهم ويعجبني كلامه وطريقته وصدقه مع الناس، هو إنسان صادق لا يعطيك معلومة خاطئة وإنما يعطيك فقط ما يفيدك. اذهبوا الآن إلى قناة أمير رغيب أو غيره من الإخوة في مصر أو في الجزائر أو في المغرب أو في أي مكان من العالم العربي، هناك إخوة فعلا يقدمون دروس مجانية على اليوتيوب تتعلم منها دروب شيبينج وغير دروب شيبينج. إذن المجال الثاني أذكر وهو الدروب شيبينج،
المجال الثالث وهو أيضا أنا أذكر لكم فقط المجالات الصادقة والتي فيها أموال كثيرة، افهموني هنا، أنا لا تنتظروا مني أموال 10 دولار وخمسة دولار، هذه ليست أرباح وإنما هي أيضا مضيعة الوقت لا تختلف عن مضيعة الفيسبوك. والشباب بإمكانه العمل في هذه المجالات، والمجالات أقول وأؤكد وأكرر هي سهلة، فقط اقرأ. إن لم تكن تعرف لا تقول لا أعرف، عادي أن لا تعرف، كلنا لم نكن نعرف شيئا، ولكن مع القراءة مع متابعة الفيديوهات أصبحنا نعرف ما نريد أن نعرفه، ورغم ذلك نحن دائما مبتدئين. إذن المجال الثالث وهو مجال شركة السبية. شركة السبية ببساطة هناك شركات، ربما سأترك لكم رابط إحدى هذه الشركات، تسجل فيها هذه الشركة، تعطيك روابط معينة، هذا الرابط تنشره بطريقة معينة، تنشره وإن أتى زوار إلى هذا الرابط ودخلوا إلى هذا الرابط وقاموا بما هو مطلوب منهم في ذلك الرابط فإنك ستربح بحسب ذلك الرابط. هناك روابط مختلفة، الروابط مختلفة، وكما قلت لكم هذا عندما أكلمكم عن شركة سيبيا فهي تحتاج إلى دورات من الشرح، فلا تنتظروا أن أشرح لكم سيبيا هنا في هذه اللحظات، أنا كما قلت لكم أعطيكم فقط طريق لتستفيدوا كما استفدت أنا شخصيا، أستفيد من هذه الأمور الثلاثة، أستفيد من أدسنس وأستفيد من دروب شيبينج وأستفيد أيضا من شركة سيبيا. كمثال بسيط فقط بعيدا حتى عن الأموال، شركة دروب شيبينج التي أعمل فيها كهامش للربح أحصل على الكثير من الهدايا من هذه الشركة، هذا بسيط فقط لتفهموا. أما اليوتيوب فهو بالنسبة لي، وقد يختلف معي البعض في ذلك، اليوتيوب أو الربح من أدسنس هو الذي يعطيك الأموال الكثيرة أو أكبر أموال تكون في أدسنس، هذا حسب رأيي، ربما آخرون يختلفون معي بأن يقولوا مثلا أن دروب شيبينج أكثر فيه أموال أكثر، لأنك عندما تسمع أن شخص يربح في الشهر 3000 دولار أو 4000 دولار أو 5000 دولار فهو ربح كبير فعلا، ولكن حتى اليوتيوب هناك نسمع بأناس يربحون 10000 دولار في الشهر، 10000 دولار في الشهر فهي مبالغ كبيرة أكثر من أي موظف في العالم العربي، هذا المبلغ هذا لا يصل إليه هو ربما 10 أضعاف المرتبات الموجودة في العالم العربي. إذن إخوتي أنا فقط أردت أن أفيدكم بهذا الفيديو لتستفيدوا، وأنا أنصحكم بأن تبدأوا الآن، لا تنتظروا شيئا، ابدأ الآن، فكر في هذه الأمور الثلاثة، ابدأ بواحدة على الأقل، وعندما تستقر على واحدة يمكنك أن تمر إلى الثانية، وإن كنت في واحدة فمر إلى الثانية الآن ولا تنتظر ثم الثالثة. ابدأ الآن بإنشاء قناة، إن لم تكن لديك قناة ابدأ بوضع فيها فيديوهات، ثم شارك في برنامج أدسنس، طبعا كيف ذلك؟ بأن تبحث في الانترنت كيف أنشئ قناة يوتيوب، كيف أشارك في برنامج أدسنس، كيف أربط قناة اليوتيوب بأدسنس، وستجد أن الأمر بسيط جدا، وهناك أناس يشرحون لك، وأنا شخصيا إن كانت لديك مشكلة في هذا الجانب خاصة مجال اليوتيوب فاسألني فقط وسأجيبك بإذن الله. أتمنى أني أفدتكم، رغم أني لا أحب دائما الإكثار من الكلام، أحب الكلام بصفة عامة، أما التفاصيل فأتركها لكم، وشكرا لكم.